بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور. احنا اليوم بدنا نشرح عن محددات الانتقاء في كرة الطائرة. نبلش بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا أول إشي المحددات البدنية. المحددات البدنية لازم تكون حجر أساسي في اختيارنا للاعبين، عشان نقدر احنا نميز هدول اللاعبين في المستويات الموجودة عندهم. إذا المستويات هاي المتطلبة متطلبات مثلا بدنية خاصة بتميزهم عن غيرهم اللاعبين، يعني مثلا زي طول القامة، لياقة بدنية عالية، تحمل عضلي، هدول بيختلفوا من لاعب لآخر. عندك كمان المحددات البيولوجية. المحددات البيولوجية برضو لها أهمية قصوى في اختيار لاعبين. يعني مثلا محددات بيولوجية، احنا يعني كيف هاي بنستنتج المحددات البيولوجية؟ احنا بتبين عندنا المحددات البيولوجية من خلال التدريب الرياضي، المنافسات. هلا احنا نحكي عن المحددات البيولوجية. المحددات البيولوجية اللي هي الأشياء أو المواقف اللي تعرض لها اللاعب بتؤدي إلى تغير في حالته الجسمية أو حالته البدنية، سواء من منافسات، سواء من إعداد بدني، سواء من تدريب، ببين فيها اللاعب إذا بتطور في حالته البدنية ولا لا. نحكي عن مواصفات لاعبي كرة الطائرة. هناك عدة مواصفات. أول صفة طول القامة. دائما في لاعب كرة الطائرة بتطلعوا على جسمه على طوله، مش على طوله بس، على طول الذراعين، القدمين، الأصابع. هلا كل هذه الأشياء تؤدي إلى تسهيل قيام جميع المهارات الهجومية والدفاعية. اللياقة البدنية العالية. جميعنا إحنا بنعرف عناصر اللياقة البدنية: التوازن، المرونة، الرشاقة، القوة، التحمل. هلا هاي الأشياء إحنا كيف بدنا نقيسها عند لاعب كرة الطائرة؟ عن طريق شو؟ عن طريق اختبارات إحنا بنعمل له إياها، زي الوثب العمودي، الجري، المرونة الأمامية، والعديد من الاختبارات التانية. القوة العضلية. دائما احنا بنعرف ان قوة العضلات احنا لما ندربها تعطيني ضعف مجهودها او مجهود عالي جدا. طبعا هاي الاشياء كيف بنطورها عن كرة الطائرة؟ احنا بنعطيه تدريبات عضلية، تدريبات لها علاقة في الهجوم، بتؤدي الى زيادة الضربات الهجومية الساحقة، فبالتالي هذه الاشياء راح تعمل صعوبة للفريق المنافس. طبعا التميز بسرعة ردة الفعل. طبعا احنا كنا بنعرف انه لاعب كرة الطائرة لازم يكون عنده ردة فعل عالية في التقاط الكرة او ارسال الكرة وصد الكرة. طبعا احنا ما بنخلى من العوامل النفسية اللي هي دايما برضو عامل اساسي لدى لاعب كرة الطائرة. لازم يكون عنده صفات، يعني مثلا احنا لما ننقي اللاعب لازم يكون عنده حب مشاركة للاخرين، ذكاء عقلي، شجاعة، جراءة، قدرة على الانخراط مع المجموعة. لازم يكون عنده كمان ثقة بالنفس، ولازم ما يكون يخاف من المنافسة. الرغبة في ممارسة كرة الطائرة. طبعا هاي برضو من العوامل النفسية. هلا الواحد اللاعب لما يكون عنده رغبة راح يؤدي ذلك إلى إنه يعطيني مجهود بدني عالي أو مجهود رائع منه. طبعا هذا المجهود ينعكس على الفريق كله، وبنقدر إنه إيش نحقق الفوز والانتصارات. القدرة على القيام بجميع المهارات الهجومية والدفاعية في كرة الطائرة. طبعا أنا كلاعب كرة طائرة لازم أكون أتقن جميع المهارات، سواء مهارات دفاعية، سواء مهارات هجومية، مهارات الإرسال والاستقبال والهجوم في كرة الطائرة. وصلنا للشرط السادس اللي هو الرشاقة. لاعب كرة الطائرة لازم يكون عنده رشاقة عالية جدا. هذه الرشاقة بتفيده في الهجمات والكاونتر أتاك في كرة الطائرة. إحنا كيف بننمي له إياها؟ عن طريق تمارين الكارديو بأنواعها مع تمارين القوة. طبعا تمارين الكارديو لحالها ما بزبط نعملها، يعني لاعب كرة طائرة لازم يكون عنده رشاقة، ولازم بنفس الوقت يكون عنده قوة عضلية. الشرط السابع اللي هي الدقة. الدقة عند لاعب كرة الطائرة لازم تكون جدا عالية. لازم أعرف أنا كلاعب كرة طائرة وين بدي أرسل الكرة. هاي الأشياء كيف بننمي له إياها؟ عن طريق عدة تمارين. مثلا بنحط له شواخص بنخليه يصيدها أو يصوب عليها، بنخليه يصوب على دوائر، بنخليه يصوب على الشبكة من مسافات مختلفة. المرونة. أكيد لازم لاعب كرة الطائرة يكون عنده مرونة عالية جدا. هاي المرونة كيف إحنا بنحسن له إياها؟ عن طريق اللي هي تمارين التمدد أو مثلا اليوغا. توازن. اللاعب كرة الطائرة لازم يكون عنده توازن عالي جدا. لما اطلع مثلا لما اطلع وثب على الشبكه بدي اصوت كره، لازم يكون عندي رده فعل، لازم يكون عندي توازن لما انزل على الارض.
الشرط العاشر التوافق، يعني مثلا انا كلاعب كرة طائرة لازم يكون عندي توافق عضلي عصبي، اعرف وين او اعرف في اللحظة المناسبة اللي هي ارسل فيها الكرة، او اللحظة المناسبة اللي هي اقدر اصد فيها الكرة، او اللحظة المناسبة اللي اقدر فيها اهجم او اشكل هجوم على الفريق المنافس. سرعة، طبعا كلاعب كرة طائرة انا لازم يكون عندي سرعة عالية جدا في ردة الفعل، يعني مثلا كلاعب كرة طائرة انا مش لازم استنى الكرة، لازم استنتج الكرة وين راح تجيني، لازم اكون سابق الكرة دائما. الاعداد البدني في كرة الطائرة، هلا من خلال الاعداد البدني في كرة الطائرة انا بحسن امكانية الفرد للقيام بالتدريبات على اكمل وجه، وبالتالي تحسين من تحمل اللاعب بشكل عام وتحسين جميع المستويات المهارية عنده. والاعداد البدني احنا في كرة الطائرة يقسم الى قسمين، الاعداد البدني العام اللي هو الاعداد البدني العام جدا مهم جدا تحسين جميع القدرات الحركية للفرد، حيث انه الاعداد البدني يؤدي الى تنمية صفة التحمل بشكل كبير عند لاعب كرة الطائرة، ويستطيع الفرد ممارسة رياضة كرة الطائرة بسهولة وباقل قدرة جسدية ممكنة. الاعداد البدني الخاص، عندنا اعداد البدني الخاص برضه بيؤدي الى تحسين جميع القدرات البدنية المختصة سواء بالنشاط البدني الممارس، حيث انه يعمل على تطوير جميع المهارات الخاصة بكرة الطائرة، على سبيل المثال ارسال، استقبال، حائط صد، جميع المهارات الأخرى. هلا عندنا عدة شروط في الإعداد البدني الخاص. الشرط الأول أن التمرينات التي يقوم بها المدرب لازم تكون تتوافق مع جميع مهارات كرة الطائرة. الشرط الثاني، المهارات اللي بيعطيها أنا في كرة الطائرة كمدرب يجب أنميها بشكل خاص عند اللاعبين في الإعداد البدني الخاص. والشرط الثالث إنه التدريبات الذي يقوم بها المدرب لازم تكون داخل صالة ملعب كرة الطائرة عشان يعود اللاعبين على ملعب كرة الطائرة. طبعا كان كمدرب كرة طائرة يجب علي أن أطور عدة عناصر في لاعب كرة الطائرة، اللي هو هذا إحنا راح نتطرق له في الإعداد البدني الخاص. من أهم هاي العناصر القوة العضلية. القوة العضلية زي بدي أنميها عشان هي عنصر أساسي جدا للاعب كرة الطائرة، لازم يكون عنده قوة عضلية عالية عشان راح يبذل مجهود سواء بالتدريبات أو في المباراة. كيف هيك أنا راح كيف راح أنمي له إياها أنا؟ عن طريق تمرينات حرة، رفع أثقال، أوزان، تمرينات القرفصاء بأنواعها، سكوات سواء كانت سكوات، لانش، تمرين البلانك، تمرين رئيسي، تمرين الضغط، تمرين الجامب والقفز. العنصر الثاني او الذي يجب ان انميه القوه المميزه بالسرعه. التمرينات البلومتريه، تدريبات البلومتريه تتركز على انتقال حد من الحركات البسيطه الى التمرين الاكثر تعقيدا، فيخفض بذلك معدل الاصابات الرياضيه. يعني انت يا دكتور زي ما كنت تعطينا في الجامعه او لما كنت تجزئ لنا المهاره، لما كنت تعطينا اياها كمهاره مجزاه وبعدين ننفذها بشكل رئيسي. طبعا هذا الاشي كثير ساعدنا انه احنا نتقن المهاره، وطبعا هذا الاشي ابعدنا انه تتعرض لنا اصابة واحنا بنأدي المهارة، وبالتالي احنا سواء انه قعدنا طولنا في المهارة بس احنا اتقناها واستفدنا منها وتجنبنا حدوث الاصابة. التحمل الدوري التنفسي، ايش هو التحمل الدوري التنفسي؟ هي الاشياء اللي بتطرأ الاشي اللي يطرأ تغيير الاجهزة الحيوية، اللي هو يساعد على ايش؟ مقاومة التعب لفترة طويلة اثناء النشاط الرياضي. يعني هذا الاشي يساعدني انه يحسن الجهاز التنفسي الي، وكمان يساعد انه اقلل المجهود اللي انا ابذله، يقلل نسبة التعب. زي ايش تمارين هذه ممكن عليه؟ الجري لمدة 12 دقيقة، الجري لمسافات 400 ل 800 متر، سباق الماراثون عندنا، طبعا هذا اخذناه احنا مع دكتور طارق، سباق الماراثون عندنا في الجامعة في الملعب، وكتير تحسننا عليه. تحمل قوة أو قوة التحمل، إيش هي؟ يقصد بها التحمل لدى الرياضيين بأن قدرة الرياضي على العمل لفترات طويلة، أو قدرة أعضاء الجسم على مقاومة التعب خلال المجهود المتواصل. زي إيش ممكن نعطيه تمارين عليه؟ الجري السريع، سباحة، ركوب دراجات هوائية، تزلج على الماء والجمباز، التجديف، المصارعة، الجودو. أو يمكن جرب استخدام أكياس من الرمل تحمل على الأكتاف، وزن يتراوح ما بين 25 ل 30% من وزن الجسم. كل هذا الإشي بفيد كثير في هذا المجال، وبيعطيني تحمل قوة رهيب إلي كنسبة لاعب كرة طائرة. وطبعا هذه العناصر
هي التي يجب أن يطورها المدرب في كرة الطائرة في الإعداد البدني الخاص. طبعا يا أبو حسين، إحنا وصلنا للعنصر الخامس، القوة الانفجارية هو عنصر مهم جدا لدى لاعبي كرة الطائرة. هذا الكلام كله راح أختصر لك إياه. على سبيل المثال، إنه إحنا كلاعبي كرة طائرة، لاعب كرة الطائرة يجب إنه تكون إيده زي المطرقة، هيك بيحكاها في العربي زي المطرقة، إيده لازم تكون قوية جدا سواء في الإرسال الساحق. هلا إيده أو إيديه إحنا كيف بننمي له إياهم؟ بننمي له إياهم عدة تمارين في الصالة الرياضية، اللي هي تمارين الحديد إحنا بنحكي لها، زي تمارين البايسبس، تمارين ترايسبس، تمارين السواعد. طبعا هاي التمارين كلها بتأدي انه ايدي انا كلاعب كرة طائرة تصير قوية جدا، فبالتالي انا ضربتي في كرة الطائرة في الارسال الساحق راح تكون قوية جدا جدا، فراح تشكل كتير صعوبة للفريق المنافس. وبنحكي عن القوة العضلية، انه المهارات الهجومية في كرة الطائرة دائما تعتمد على القوة العضلية زي مهارة الارسال الساحق. القوة الانفجارية بصورة خاصة والتي هي جزء من أجزاء القوة العضلية، حيث تعتبر هذه المهارة الهجومية ذات الأداء العالي من المهارات التي تلعب دورا كبيرا في إحراز نتائج مهمة لأي فريق وجعله في الفرق المتقدمة. لذا فيتوجب على أي رياضي الاهتمام بهذه الناحية وإعطائها بعض الأهمية. طبعا أنا كمدرب كرة طائرة، هذا التدريب البلومتري أنا بعتبره كعنصر سادس يجب أن أنميه عند لاعب كرة الطائرة. باختصار، التدريب البلومتري هو اللي بركز على الوثب أو الجنب عند لاعب كرة الطائرة. هذا الإشي لازم أنمي له إياه، كتير جدا مهم جدا جدا. هذا الوثب هو اللي بيعطيني القدرة على القفز على الشبكة في كرة الطائرة. وكيف بدي أنمي له إياه هذا؟ عن طريق القفز فوق الصناديق، العدو، الوثب، وثب الحجلة، الوثب فوق المدرجات، والتداخل بين الوثبات والحجلات. باختصار، انا كلاعب كرة طائرة لازم يكون عندي عضلات قدمين رهيبة، عضلات الفخذ هاي كلها مسؤولة عنها التدريب البلومتري اللي هو بيعطيني الجنب العالي في كرة الطائرة. احنا بعد كل اللي حكيناه نستنتج الجسم الصحي او الجسم الذي لازم يكون يتمتع فيه لاعب كرة الطائرة، اللي هو الجسم النمط العضلي المليء في العضلات. العلامة المميزة في هذا النمط هو استقامة القامة، قوة البدنية، وكذلك يتميز هذا النمط نمط صلب في مظهر الخارجي، العظام كبيرة وسميكة، العضلات نامية، الرقبة طويلة وقوية، عظام الترقوة ظاهرة. عظام الترقوة اللي هي عظام الرقبة من الأمام، أو ليه بنحكي عظام أعلى الصدر. الأكتاف عريضة وعضلاته ظاهرة وقوية. تكتل العضلات منطقة الجذع، طبعا منطقة الجذع عندي لازم تكون فيها عضلات مهمة جدا، عشان هذه العضلات اللي بتساعدني في التوازن في الإرسال في الجامب. الخصر نحيف والحوض ضيق، طبعا هذه اللي هو هذا أحصل عليه عن طريق المرونة. الأرداف ثقيلة وقوية زي ما حكينا في التدريبات البلومترية، اللي هي اللي بتساعدني على الجامب والعدو والجري في ملعب كرة الطائرة. طبعا هذه الصورة واضحة أو صورة افتراضية بتورجيني الجسم المثالي للاعب كرة الطائرة. جسم لاعب كرة الطائرة أو الجسم اللي هو حكينا عنه هو الجسم العضلي المناسب، اللي أكثر نوع جسم مناسب للاعب كرة الطائرة، عنده يتمتع بهذه المواصفات. أول إشي، استجابة جيدة للتدريبات التي تحتاج إلى الكفاءة في عمل الجهاز الدوري التنفسي وتدريبات المقاومة. طبعا كيف استنتجناها وحصلنا عليها؟ عن طريق التدريب البدني الخاص، لسواء تدريبات مرونة، رشاقة، قوة، تحمل. القدرة على تثبيت مستوى الدهون لدى مجموعة العضلات العاملة، تستخدم تكوين تكيف جيد للتدريبات. اعتماد على طبيعة احتياجات الرياضة المطلوبة، يستطيع هذا النوع زيادة أو فقدان الوزن بسهولة. طبعا هون احنا دكتور العزيز بنكون خلصنا شرح الانتقاء في كرة الطائرة، ويعطيك العافية، وأرجو إنك تكون استفدت من هذا المشروع. الطالبك عبد الله نبيلسي.